باب نوم الجنب. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: ذكر عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. باب من طاف على نسائه في غسل واحد. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن 11، وفي رواية 9 نسوة. قال قتادة لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. باب قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليس معهم ماء، فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ وفي رواية: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. فقالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. وفي رواية: أنها استعارت من أسماء رضي الله عنها قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. باب التيمم ضربة. عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، فقال له أبو موسى: لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا، أما كان يتيمم ويصلي، فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا صعيدا. وفي رواية: لا يصلي حتى يجد الماء. قلت: وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم. فقال أبو موسى: ألم تسمع قول عمار لعمر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، وفي رواية: أنا وأنت، فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه. فقال عبد الله: أفلم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ وفي حديث عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه قال عمار رضي الله عنه: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما. باب التيمم بالجدار.
عن أبي الجهيم رضي الله عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمي من بئر من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هر؟ فقلت له: وفي رواية: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله يا أبا هر، إن المؤمن لا ينجس. باب من أجاز قراءة القرآن للجنب. عن عائشة رضي الله عنها معلقا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. كتاب الحيض. باب غسل دم المحيض. عن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب، كيف تصنع؟ قال: تحتها ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. باب الحائض ترجل المعتكف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وفي رواية: فأغسله وأنا حائض، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. باب من سمى النفاس حيضا والحيض نفاسا. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: مالك؟ أنفستي؟ قلت: نعم. قد فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وفي رواية: من الجنابة. باب مباشرة الحائض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. باب الاستحاضة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. وفي رواية: قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم. وفي رواية: فاغتسلي ثم صلي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال: هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. باب لا تقضي الحائض الصلاة. عن معاذة أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به.
كتاب خصال الفطرة، باب خمس من الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب. باب المبالغة في التسوك. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول: أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. باب السواك عند الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وفي حديث أنس رضي الله عنه: أكثرت عليكم في السواك. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم السواك في المنام. عن ابن عمر رضي الله عنه معلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. باب إعفاء اللحى. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وفي رواية: انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. باب صب الماء على البول في المسجد. عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقاموا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه. ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. باب بول الصبيان. عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فأتي بصبي وفي رواية يحنكه. كتاب الصلاة. باب بدء الأذان. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. باب الأذان مثنى مثنى. عن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. وفي رواية: إلا الإقامة. باب ما يحقن بالأذان من الدماء. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح،
فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار بعد ما يصبح. باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي، وفي رواية: ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رقيقا. فلما رأى شوقنا إلى أهالينا، وفي رواية: سألنا عمن تركنا في أهلنا، فأخبرناه قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، وفي رواية: كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، وفي رواية: مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وفي رواية: أتى رجلان، وفي رواية: أنا وصاحب لي النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم ليأمكما أكبركما، وفي رواية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. باب فضل التأذين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. وفي رواية: فإذا لم يدري أحدكم كم صلى 3 أو 4 فليسجد سجدتين وهو جالس. باب الدعاء عند النداء. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وفي حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: سمعت معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا. فقال: أشهد أن محمدا رسول الله. فقال معاوية: وأنا. فلما أنقض التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول: ما سمعتم مني من مقالتي. وفي حديث جابر رضي الله عنه: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. باب فرض الصلوات الخمس في اليوم والليلة. عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد، ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشودك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمسة في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشودك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشودك بالله،
الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول الله من ورائي وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. باب فرض الصلاة في السفر والحضر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة أول ما فرضت ركعتين، وفي رواية: ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. باب الصلوات الخمس كفارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بها الخطايا. باب مواقيت الصلاة وفضلها. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. وفي رواية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نزل جبريل فأمني فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، يحسب بأصابعه خمس صلوات. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية، ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل. ثم قال: إلى شطر الليل. وفي رواية: ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها. باب وقت الفجر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس. باب فضل صلاة الفجر. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فقال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر، وقال: شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا فيئة تلول.
وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. باب السجود على الثوب في شدة الحر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، وفي رواية: فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. باب وقت العصر. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، في رواية: ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننحر جزورا فتقسم 10 قسم، فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. عن أبي أمامة بن سهل قال: صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس رضي الله عنه فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم، ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. باب فضل صلاة العصر. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم، وفي رواية: يوم القيامة كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. باب إثم من فاتته العصر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وفي حديث أبي المليح قال: كنا مع بريدة رضي الله عنه في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق حبسونا عن صلاة الوسطى، وفي رواية: وهي صلاة العصر، حتى غابت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم نارا. باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. وفي رواية: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم. وفي رواية: عن عبد العزيز بن رفيع قال: رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين، ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر. ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها: سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين بعد الظهر، فهما هاتان. وفيه قال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عن وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: وتقول الأعراب هي العشاء. باب وقت المغرب. عن سلمة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. باب وقت العشاء إلى نصف الليل. عن حميد قال: سئل أنس رضي الله عنه: هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما؟ قال: أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه. قال: إن الناس قد صلوا وناموا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. وفي رواية: حتى رقد الناس واستيقظوا، ورقدوا واستيقظوا، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر، وفي رواية: واضعا يده على رأسه، وفي رواية: يمسح الماء عن شقه يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة هذه الساعة. وفي رواية: إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء، وذلك قبل أن يفشو الإسلام، فلم يخرج حتى قال عمر: نام النساء والصبيان. فخرج فقال لأهل المسجد: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. وفي رواية: ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة، وكانوا يصلون فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. وفي حديث أبو موسى رضي الله عنه: فلما قضى صلاته قال لمن حضره: على رسلكم أبشروا، إن من نعمة الله عليكم
قال أبو موسى: فرجعنا ففرحنا بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يبالي أقدمها أم أخرها إذا كان لا يخشى أن يغلبه النوم عن وقتها، وكان يرقد قبلها. باب فضل الصلاة لوقتها. عن ابن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. باب من أدرك من الصلاة ركعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفي رواية: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. باب من نام عن صلاة أو نسيها. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح عرسوا، فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس. وفي رواية: وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس. فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر، وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ. وفي رواية: لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فاستيقظ عمر فقعد أبو بكر عند رأسه، فجعل يكبر ويرفع صوته. وفي رواية: فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا، فكبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال: لا ضير، ارتحلوا. فسار غير بعيد فنزل وصلى بنا الغداء. فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف قال: يا فلان، ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة. وفي رواية: ولا ماء. فأمره أن يتيمم بالصعيد ثم صلى، وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه وقد عطشنا عطشا شديدا. وفي رواية: فدعا فلانا وعليا فقال: اذهبا فابتغي الماء. فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، فقلنا لها: أين الماء؟ فقالت: إنه لا ماء. فقلنا: كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: يوم وليلة. فقلنا: انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وما رسول الله؟ فلم نملكها من أمرها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثته بمثل الذي حدثتنا، غير أنها حدثته أنها مؤتمة. فأمر بمزادتيها فمسح في العزلاوين. فشربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا. فملأنا كل قربة معنا وإداوة، غير أنه لم نسق بعيرا وهي تكاد تنض من الملء. وفي رواية: فسقى من شاء واستقى من شاء، وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء.
قال اذهب فأفرغه عليك. ثم قال هاتوا ما عندكم، فجمع لها من الكسر والتمر. وفي روايات قال لها تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. حتى أتت أهلها قالت لقيت أسحر الناس، أو هو نبي كما زعم. وفي رواية فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فهدى الله ذاك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله. قال أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال أنا أوقظكم فاضطجعوا. وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال يا بلال أين ما قلت؟ قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة. فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى. قال قام فصلى. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش. قال يا رسول فجعل يسب كفار قريش فقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. وفي رواية من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه. باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. عن جابر رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال مسرى يا جابر، فأخبرته بحاجتي. فلما فرغت قال ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت كان ثوب يعني ضاق. قال فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان. باب إذا لم يكن للمصلي رداء. عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم، وفي رواية من الصغر كهيئة
عن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم، وفي رواية من الصغر كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. عن عائشة رضي الله عنها، نعم، إلى عليمها. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. باب الصلاة على الحصير. عن أنس رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. باب الصلاة باب الصلاة في النعال. عن سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. باب قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه. في رواية: والأرض لك مسجد. باب بناء المسجد النبوي. عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى ملأ بني النجار، فجاءوا متقلدي سيوفهم، وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفة، وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب. قال: فكان يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، ثم إنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ بني النجار، فجاءوا، فقال: يا بني النجار، ثامنوني حائطكم هذا. فقالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فكان فيه ما أقول لكم: كانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خراب، وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنفشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه حجارة، جعلوا ينقلون ذاك الصخرة وهم يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، يقولون: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار. وفي روايات: فاغفر للأنصار والمهاجرة. وفي حديث سراقة بن جحشم رضي الله عنه قال:
لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 10 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى بتاعه منهما، ثم بناه مسجدا. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. قال ابن شهاب: فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات. باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء، وفي روايات كل سبت راكبا وماشيا، فيصلي فيه ركعتين. وفي روايات كان ابن عمر لا يصلي من الضحى إلا في يومين، يوم يقدم بمكة، فإنه كان يقدمها ضحا فيطوف ببيت ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويوم يأتي مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت، فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه. باب من بنى مسجدا. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا. قال بكير: حسبت أنه قال: يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعموده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عموده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عموده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج.